السلام عليكم، مرحبا بكم جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، اليوم جبت لكم عصير البرتقال. إليكم المقادير. نبدأ على بركة الله. العصير الأول دكن تاع البرتقال والعصير الثاني تاع لافخيز. نبدأ على بركة الله. هنا عندي حبة برتقال كبيرة وحبة مندارين صغيرة، قشرتهم وقلحت لهم هذوك البذور. وهنا عندي مبشور تاع البرتقال، هنا عندي واحدة علبة يايوخ تاع الخوخ ولا المشمش، وهنايا عندي العسل الحسيلة، وهنا عندي نص لتر تاع الماء. نبدأ على بركة الله. هنايا في طاس نديرو مبشور البرتقال، نزيدو عليه الياغورت، نخلطو مليح، هذا العصير يجي ولا أروع إن شاء الله تجربوه. نخلطو مليح هذا الياغورت مع نزيدو له، إلا تبغو ديرو السكر ديرو نص كاس، أنا ندير له مغرف حسيلة. درت هنا زوج مغارف حسيلة ونخلطو مليح، نخلط مليح، وهنايا نديرو هذيك الحبة تاع البرتقال اللي قشرناها وحبة منداري، نزيدو، نديرو غير ربع كاس ماء باه نخلطو مليح بالميكسر، نقلبو البرا ميكسر، وهنايا نزيدو له حبة عصير ليمون، ونزيدو الميكسر. العصير تاعي راه واجد. إذا بغيتو تصفوه تقلعو لهذوك الحبيبات، أنا خليته كيما هكا، بغيت نصفيه. هاوينا العصير تاعي، هذه حبة حبة تشينا غير صغيرة وحبة منداري، داروني نصف ليت تاع عصير. هاوينا العصير تاعي، دوك نزيدو العصير الثاني. والعصير الثاني عندي خمس حبات فريزة لا فخيز، كانوا في المجمد، ولا بلا عندكم جديد شرو جديد. خمس حبات فريز، وهنايا عندي نصف لتر تاع اللبن، نصف لتر تاع اللبن، وهنايا عندي الحسيلة. هنايا في خلاط ندير الفريز تاعي، خمس حبات فريز يكونوا كبار، ندير اللبن، نديرو الحسيلة والذوق. كل واحد على حسب اللي يبغي الحلاوة. ندير هنايا ونميكسي كل شيء. هاوينا العصير تاع الفخيز. يجي كيما الداناو، ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. عصير البرتقال وعصير لافخيز راهم امامكم، ان شاء الله تجربوهم، ان شاء الله يعجبوكم. والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله.